بص، هي دي المود بورد عامة، يعني بتتكلم كلها عن السياحة، فحاسس ان احنا نزود حاجة ولا ده تمام؟ لا تمام قوي، بس وريني تانية كده. بص، في برضو دي في... شوفي، ربنا جابني بدري عشان اشوف الكارثة واكتشف كذبك. اللي انتي بتعمليه ده؟ قولي لنفسك بتكتبي عليا وتقولي هايدي محتاجاني في مشروع التخرج ولازم اروح لها النادي. يا كذابة، ده انور صاحب هايدي، وانا كنت قاعدة بفرجه الصور وهو بيساعدها هو كمان في مشروع التخرج، وهي راحت التويلت وراجعة. ايه الافورة دي؟ احترمي نفسك. ازيك يا طنط، عاملة ايه؟ اهلا يا هايدي، ازيك؟ انا الحمد لله كويسة. معلش يا طنط، تعبتك وتعبت اروى كمان معايا. لا مفيش مشكلة، انا فرجت انور على الصور كلها وبعتها لك. ميرسي يا اروى بجد، عن اذنكم. اتفضلي. صدقتي؟ انتي بتعملي ايه؟ بصورهم عشان ابعتها لمامتها. لا انا مش مصدقاكي. وجري قدامي هجيب الشنطه. ماما معلش. روحي يا اروى، روحي. ايه، ما تكمل كلام، صراحتك عجباني قوي. انا كده خلاص كملت كلامكم. طب ولما انت هلاس وبتحب السهر ما بتجيش تسهر معانا هنا ليه؟ اصل المكان هنا هادي قوي، وانا عايز مكان يعني بقى كده. اوكي تمام، فهمتك. خلاص لما المكان يبقى هنا بومتش كده هنقول لك تيجي تسهر معانا. هروح بقى يا جماعه اقعد مع اصحابي شويه. تعالى معانا. لا ما انا اكيد 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 هشوفك تاني. رمزي ابقى هاته معاك كتير، والنبي ده اختراع. قطعا هيحصل. عن اذنك. باي. اتفضل. وايه اللي قطعا هيحصل ده؟ انت كنت عايزني اقول لها ايه؟ ما تقولش حاجه كده، تمام قوي. انتوا ايه بقى؟ جايبيننا بقى عشان تقعدوا لوحدكم تتكلم انت ورمزي؟ ما انتوا من بكره هتبقوا لوحدكم خالص. لا انا لسه كنت بقول لرمزي كده والله. في الحقيقه احنا مش عارفين الشركه من غير حضرتك يبقى شكلها ايه. وانا مش متخيله ان انت هتقضي طول النهار معانا، لان انا عارفه كويس كميه المشاكل اللي انت هتعملها. انا؟ بذمتك انا بتاع مشاكل؟ الحقيقه عبد التوابي نموذج للقائد المحترم اللي دايما يعني حكمته بتسبق قراراته. الله يكرمك يا حسن، الله يكرمك. الله يبارك. بس زي ما حضرتك بتقولي برضه هيعمل مشاكل. الله يخرب بيتك يا حسن. شفت؟ اصحابك بيقولوا كده. على فكره دول لا اصحابي ولا اعرفهم. حسن ما اقصدش يا فندم. لا يا رمزي، انا اقصد. حسن يقصد يا فندم. رمزي. لم الدور. حاضر. سيبوني بس اكمل كلام. شوفي يا مدام، ممكن تعتبري عبد التوابي من بكره مولود جديد. هيدخل مرحله جديده بكل همومها ومشاكلها وميزاتها. انبسطوا بالوقت الكتير اللي ينفع تقعدوا مع بعض، والمشاكل بتاعت المرحله هتبقى عليه وعليك. عجبتني كلمه عليك دي قوي. عليكو يا حسن. ده انا ست الوزير لما سالني مين يجي مكانك قلت مفيش غير حسن. انا ما غلطتش. ليه بس عبد التوابي؟ وانا ناقص هم على همي. مفيش حد غيرك ينفع مكاني. ساكته ليه؟ مش عايزه اتكلم. ليه؟ تصدقيني انا غلطانه ان انا سبتك تنزلي؟ يعني انت تخشي وتشديني من شعري وتعملي اللي انت عملتيه ده قدام الناس، وبتطلعي تليفونك وعايزه تصوري البنت وتبعتيها لمامتها؟ ايه الاسلوب ده؟ ايوه عشان مامتها تعرف. مامتها تعرف ايه؟ ما هي مامتها عارفه ان انور صاحبها وعادي. وعادي؟ عادي يا ماما، انت اللي عندك حاجات كتير مش عادي. وبعدين هو انت بتربيني على ايه؟ على الوشايه؟ وشايه؟ هو انا لما ببقى خايفه عليها تبقى اسمها وشايه؟ انا اتمنى لو مامتها لو شافتك بتعملي حاجه غلط تعمل اللي انا عملته. ايوه يا حبيبتي، هو فين الغلط؟ البنت قاعده في النادي في مكان عام مع صاحبها، فين المشكله؟ انا ما بحبش الكلمه دي. ما تحبيهاش يا ماما، مش لازم وجهه نظرك هي اللي دايما تبقى صح. انا دايما وجهه نظري صح وانت مجرباها. فاكره لما علمتك تشربي شاي من غير سكر وقلت لك ما تخليش اللي يحكمك طعمه حلو ولا لا، خلي اللي يحكمك صحي ولا لا، وبعد كده اتعودتي ان انت تشربيه من غير سكر. هو ايه علاقه ده باللي احنا بنقوله اساسا؟ ليه علاقه طبعا. غيري وجهه نظرك وبصي الامور من زاويه ثانيه. انا مش انتي، وكفايه بقى كلام ملوش لازمه. انتي قللت الادب، ولما بطلتيش ايه هتعملي؟ ايه هتشديني من شعري تاني ولا هتعملي ايه؟ تصدقي انك قللت الادب وانا مش عايزه اتكلم معاكي تاني. ولا انا.
اي ماما. ايوه يا هند، خلصتي مذاكره؟ لا لسه. ومالك بتردي كده ليه؟ مفيش حاجه يا ماما، مركزه بس. ماشي، واخواتك خلصوا ولا لسه؟ لا لسه ما خلصوش. انا راجعه انا واختك في الطريق. طب قدام قد ايه كده تقريبا؟ انت مالك قدامنا قد ايه؟ عقبال ما اجي خلي اختك الصغيره تاخد دش. حاضر. ما تقفليش باب الحمام على الاخر عشان البخار. حاضر. خلصي يلا مذاكره عشان تلحقي تنامي. حاضر يا ماما. انت مال صوتك؟ مفيش حاجه، قلت لك مركزه. ماشي. يا هندوش اطلعي، هتفضلي واقفه كده في الشارع؟ لا لا مفيش وقت، ماما راجعه في الطريق. ده كل حاجه؟ اه كل الورق. امال هتعملي ايه في البروفات؟ مساء الخير. مساء النور. انت منعم؟ اه انا منعم. انت بقى مراد؟ تمام. دول كده 3 تيشرتس و1 سواد بس. اه ممكن طب امن على السايز واجي لك على طول؟ تمام. تقلقش يا بوب، مش هشيل التيكتس. تمام مفيش مشاكل. مع اني حاسك قلقان يا ميرو، لو قلقان تعالى معايا عادي يعني. لا لا تمام اتفضل، بس يعني من فضلك ما تاخرش عليا. ما تقلقش، منت الا منت. بس على مهلك، واحده واحده. في ايه؟ شكرا. العفو.